اليوم سوف نتعرف على طريقة وكيفية تفعيل تلقي إشارة طلبات الصداقة على رسائل الإس إم إس على تطبيقك الخاص فيسبوك لايت. ما عليك أن تقوم بفعله هو أن تأتي إلى الأعلى، هنا تضغط على هذه العلامة في الأعلى. بعدها ذلك سوف يقوم بأخذك إلى هذه القائمة الخاصة هنا في هذه النافذة، ثم تأتي إلى الإعدادات سوف تقوم بالضغط عليها. نأتي إلى نافذة الإعدادات والخصوصية في هذه النافذة، نضغط هنا على الإشارات. بعدها نأتي إلى نافذة الإشارات في هذه النافذة الخاصة هنا، نأتي إلى طلبات الصداقة تقوم بالضغط عليها، ثم نأتي إلى نافذة طلبات الصداقة نأتي إلى رسائل إس إم إس هنا، نضغط على العلامة البيضاء أصبحت باللون الأزرق، يعني تم تفعيل رسائل إس إم إس لطلبات الصداقة على تطبيقك الخاص فيسبوك لايت. وهنا نكون قد انتهينا من هذا الفيديو، نتمنى أن تكونوا قد استفدتم منه. لا تنسوا الاشتراك والضغط على زر اللايك.